نرحب بالدكتور ثروت نافع، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى السابق من كندا. مرحبا بك دكتور ثروت. بداية، لو بدأنا من مشهد انتهاء الاقتراع في الخارج، أبرز يعني الملاحظات على هذه العملية التي تمت للمصريين في الخارج. لا يا سيدي الفاضل، نحن لا نعترف بهذا. هذه مسرحية هزلية المراد بها شرعنة وجود قائد الانقلاب في الحكم. هو بالفعل موجود في الحكم منذ أن قام بانقلابه، ولكن في صورة خفية أو من وراء الستار. وكل ما يحدث الآن هو محاولة لوجوده في المشهد ولوجوده بصورة مشرعنة أمام الغرب الذي رسم له هذا الطريق حتى يبدل لنا وجود مبارك بوجود قائد الانقلاب. فمبارك لم يكن شرعيا، ولكن شرعنا وجوده ببعض الانتخابات الهزلية، وحتى كان في بعض الأحيان بيراقب عليها بعض المنظمات المجتمع المدني ويكتشف التزوير ويكتشف كل شيء، ولكن تتم الانتخابات وتنتهي ويكون كل هذا مثل غثاء السلق. ما بني على باطل فهو باطل. هذه الانتخابات باطلة وهذه مسرحية هزلية لا نعترف بها ولا نقيم لها أي رد. يعني قلت أن هذه الانتخابات هزلية، لكن بالأمس الإعلام المصري تحدث عن نصر وفتح دبلوماسي بأن الاتحاد الأوروبي عدل عن مقاطعته وسيراقب الانتخابات. هذا لا يعد فعلا نصر دبلوماسي واعتراف من قبل الاتحاد الأوروبي بالعملية نفسها كعملية انتخابية؟ هذا إعلام الشؤون المعنوية، إعلام موجه، إعلام هيكل، إعلام الستينات. لا أثق في أي معلومة ولا أثق فيه ولا أثق فيما قاله عن الاتحاد الأوروبي. حتى وإن قبل الاتحاد الأوروبي، نحن ما زلنا عند موقفنا، ويعلم العالم بما فيهم الاتحاد الأوروبي. وقد تناقشت مع فرنسيين غربيين، وتناقشنا مع آخرين ومجتمع المدني في الغرب، والكل يعلم أنها مسرحية هزلية. هذا رجل أقام حكمه بإزالة رئيس منتخب، أشرف على انتخاباته المجتمع المدني الداخلي والخارجي والمؤسسات الأجنبية، ولم يمنع أحد، وكان هناك منافسين من كافة الاتجاهات، وكانت أول انتخابات نزيهة حرة في تاريخ مصر منذ الفراعنة. طيب، هل دكتور نافع، يعني هل يمكن أن تفضي هذه الانتخابات شرعية؟ حتى لو البعض يقول لك أن الأوروبيين يريدون أي شكل من أشكال الانتخابات حتى يعني يدعموا بشكل كامل الانقلاب العسكري الذي جرى في مصر، هل يمكن أن تكون هذه مبررا منطقيا لتسويق الانقلاب دوليا وأوروبيا؟ نعم، كما ذكرت، هو رسم له من الخارج أن يشرع وجوده، لأن الخارج إلى الآن لم يعترف به ولم يعترف بنظامه. فهناك يعني فقط حوالي 6 دول، ومعظمها الدول التي دعمت الانقلاب ماديا وسياسيا، هي من اعترفت بهذه الحكومة الانقلابية أو بهذا النظام الانقلابي. توجه من خلال الدول الأخرى الأجنبية التي تريد أن تعترف بأي نظام حتى ولو شكليا، وتريد أن تعضد من وجوده كنظام يعني دكتاتوري تتعامل معه كما تعاملت مع نظام مبارك والدولة العسكرية السابقة. تريد أمام مجتمعاتها المدنية أنها ذات ديمقراطية. طيب، فقط لأن الصوت كان لم أستمع إليك دكتور نافع، كان بعض الصوت التظاهرات يدخل عليه. سأعود إليك إلى نفس السؤال. هذا التوصيف الذي وصفته قبل ذلك بموضوع أنه الأوروبيين يريدون الاعتراف بأي نظام دكتاتوري، يلقي على رافضي الانقلاب وعلى من يعمل في الدبلوماسية الخارجية كثير من يعني كثير من المهام. كيف ستواجه هذا الأمر فيما لو بات أمر واقع، يعني وجود السيسي رئيسا؟ وجوده أمرا مفروض على المصريين ومفروض على المجتمع الدولي. ومحاولة الشرعنة، نعم، قد تعطيه بعض الوقت أو قد تعطيه بعض يعني الشرعية الـ يعني زي أنا ما قلت هزلية يعني قدام المجتمع الغربي،
لكن المجتمع الغربي بالكامل يعلم أنه قائد انقلاب، وما نحاول أن نفعله الآن، ولا يعني لا أعلم إذا كنت تتذكر وثيقة بروكسل التي سأتحدث معك فيها، لأنه يعني قيل أنه هي يعني لم تستطع أن تكسر هذا الحاجز وتوصل إلى ناس غير الإخوان المسلمين، لكن دعنا نبدأ في هذا الأمر. يعني الآن ما هي الجهود التي تركزون عليها؟ نعم، وثيقة بروكسل هي كانت محاولة لاسترداد ثورة يناير واستعادة المسار الديمقراطي بالاتفاق على مبادئ عامة لا يختلف عليها الجميع مهما اختلفت الأيديولوجيات. وللتأكيد مرة أخرى، هذه الوثيقة ليس المقصود بها أن تكون وثيقة من الخارج أو من هم نفوا يعني رغما عنهم في الخارج، ولكن كان المعد لها أن تعلن من الداخل أولا ثم نعرضها نحن في بروكسل. وما حدث أن التضييق الأمني في الداخل يعني هو ما فعل ذلك، لكن هي موافق عليها من أطراف عدة في الداخل كما هو في الخارج، كما أنها الغرض منها هي أن تكون نواة لاتحاد كافة المصريين الذين لم تلوث أيديهم بدماء المصريين ولم يتشفوا في دماء المصريين. فنحن نعلم أن هناك من خدعوا ربما عن جهل أو ربما عن نقص في المعلومات أو عدم إدراك بالعلوم السياسية والتاريخ، وظنوا أن 30 يونيو هي قد تكون موجة ثورية لحياة ديمقراطية، ثم علموا بعد ذلك أنها انقلاب وتمهيد للانقلاب ومحاولة شرعنة الانقلاب بوجود بعض الطيارات المخالفة للإخوان المسلمين. طيب دكتور ثروت، يعني أريد أن أسألك مباشرة، يعني أنت كنت أحد أبرز الوجوه الذين وقعوا وأعلنوا حتى وثيقة بروكسل، ردود الفعل عليها يعني في الداخل تحديدا، يعني ماذا أنجزت هذه الوثيقة؟ والله إلى الآن يعني كان هناك بعض التوضيحات زي ما وضحت لحضرتك في الأول، هم ظنوا بعض الناس ظنت أنها جاية من الخارج فقط، ثم علموا أن لا بالعكس ده هي كانت بدءا من الداخل. والبعض الآخر كنا قد تواصلنا معه قبل إعلان الوثيقة، وكنا يعني قد تحاورنا معه قبل إعلان الوثيقة، وكما أكدنا هي ليست بديل عن التحالف الوطني الذي يقود أرض المعركة في الداخل في مصر، ولكنها مظلة أو أمل في مظلة أوسع ليتحد فيها كل ثوار يناير. وقد وجدت يعني بعض الطيارات اعترفت بها وبعض الطيارات تبارك فيها، ونحن متواصلون وما زلنا نتواصل مع البعض الآخر، والناس بتتفهم وفهم كويس قوي ان احنا لا غرض لنا من هذه الوثيقة الا ان نتحد على مبادئ أساسية للوقوف امام عودة التيار العسكري المتمثل في الثورة المضادة ليحكم مصر مرة أخرى بعد 60 عاما، وبعد أن نجحنا في أن نزيله قليلا منذ 2011. طب يعني هل هذه الوثيقة يمكن البناء عليها؟ يعني بعض يتساءل، ألم يحن الوقت الآن لإنشاء مجلس وطني أشمل وأوسع يدير المعركة الطويلة، لأنه تبدو المعركة طويلة مع المؤشرات كلها تشير إلى السيد عبد الفتاح السيسي قادم رئيس لمصر؟ نعم، أتفق معك تماما، وعلشان كده إحنا يعني بدأنا بالوثيقة بالمبادئ الأساسية. يعني أنا واحد من الناس كان اتجاهي يعني يريد شيء أقوى من الوثيقة فقط، كنت أريد فعلا أن يتم الإعلان عن كيان مباشرة، ولكن أرددنا أن يعني نجمع كافة الآراء حتى لا يظن البعض أننا قد فرضنا كيانا أو فرضنا موقفا على الآخرين أن ينضموا إليه، ولكن أردنا أن نبدأ بفتح الحوار. ولكن أنا أؤيد تماما أنه هو نواة لشيء أو كيان كبير يجمع كافة قوى الثورة، يكون هدفه الأول كيف ستدار مصر في المرحلة الانتقالية عقب سقوط الانقلاب الذي نؤكد أنه سيسقط ونعلم أنه سيسقط. التوقيت ربما لا نعلمه، ولكننا متأكدون أنه سيسقط. فأرددنا أن يكون لدينا خطة استراتيجية ومفهوم للمرحلة الانتقالية عقب سقوط الانقلاب، كيف ستدار هذه المرحلة حتى ننتقل دولة ديمقراطية سليمة. ولكن أيضا نواة لبناء شيء أو كيان لكسر الانقلاب وليس فقط عقب الانقلاب. طب دكتور ثروت، يعني أنت تقول أن هناك مؤشرات على كسر الانقلاب وأنت واثق، يعني أو حتى تقول أن تيار واسع واثق بكسر الانقلاب، لكن الأمور على أرض الواقع تشير أن الانقلاب يعني يمر عليه عام وهو ثابت. والسيد عبد الفتاح السيسي بالأمس كان يتحدث عن أموال عربية ستتدفق لمصر من أجل التنمية، وعن خطة
قال أنها يعني خطة أمن قومي ستنجح في إنقاذ مصر. هذه مؤشرات أن الرجل لديه يعني لديه في يده يد ملآنة من داعميه، وكذلك لديه خطط كما قال، هو لديه خطط في الأمن القومي. وليس لديه أي خطط، وإن كان لديه خطط لعرضها في برنامج، فليس هناك شيء يذكر اسمه البرنامج. هذه أمن قومي كيف تعرض على الفضائيات؟ ليس هناك شيء بهذا يعني بهذا المعنى في أي مرشح يريد أن يحكم دولة، لكنه لا يعلم كيف يحكم دولة، هو ضابط، هو رجل عسكري، هو فقط يأمر ويريد أن يطاع، فلا يفهم ما هي مفهوم الدولة المدنية الحديثة وما هي الديمقراطية. ليس هناك شيء اسمه أمن قومي. البرنامج لأي مرشح هو الوثيقة أو العهد بين هذا المرشح وبين الدولة أو بين المجتمع أو بين الناكب الذي يريده أن ينتخبه. فإن لم أعرض ما هي مقومات هذا العهد أو ما هو الذي أتوعد به أو أتعهد به، فأنا فاشل وليس عندي أي شيء. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لا يوجد في تاريخ البشرية الحديثة على الأقل ثورة ما يعني استمر فيها الشارع لمدة 10 أشهر وما زال في الشارع، والناس تثور والشارع ينبض بالثورة، والناس يموت لها أبنائها ثم يعني يقدموا أبناء آخرين، ويموت الأصدقاء ثم ينزل أصدقاء آخرين، وهكذا الثورة في الشارع. فكيف هو نظام ثابت؟ هو نظام يريد أن يثبت نفسه على جثث المصريين. نعم نجح في أن يقتل وما زال يقتل، والقتلى يزدادون والشهداء يزدادون، ولكن هل هذا ثبات لنظامه؟ لا أظن ذلك. هناك دعم إقليمي، يعني هناك دعم إقليمي ودعم مالي، يعني من شأنه أن يثبت هذا النظام، أو من أن يثبت السيسي بعد أن يصبح رئيس. هو يعطيه قبلة حياة أو يمد في قبلة الحياة، لكنه لا يثبته، بدليل أنه قال أنه يعني صرف حوالي 20 مليار دولار، وده حاجة هيتحاسب عليها عقب سقوط الانقلاب من داعمي الانقلاب. نحن يعني لا نعترف بأي أموال تدخل الدولة المصرية الآن، لأن ليس هناك برلمان وليس هناك حكومة شرعية. كل ما يدخل هو يدخل إلى جيب هذا الرجل أو إلى هذه المؤسسة. هم يحاولون أن يجعلوه صامدا بالقتل وبآلات القتل وبالأموال، ولكن أين الاقتصاد المصري بعد هذا وبعد هذه الأموال التي تتدفق؟ انظر إلى الدولار والجنيه المصري الآن، انظر إلى حالة الاقتصاد المصري، انظر إلى حالة البطالة، انظر إلى موقفنا في المجتمع الدولي. هي دولة تنهار إن لم تكن قد انهارت، فأين هذا الثبات؟ ومن سيستطيع أن يدعمه أكثر من هذا؟ طب هو لأنه كثير يقول أنه هو بمجرد يعني استقرار الوضع وفوزه في الانتخابات هذا سيكون مدعاة للاستقرار في البلد ولعودة الاستثمارات ولضخ المصريين والخليجيين مزيد من الاستثمارات. هذا ما كان يدعيه نظام مبارك لـ30 عاما، فهل جاء بالاستقرار؟ هذا ما ادعاه دولة العسكر لمدة 60 عاما، عليكم أن تربطوا الأحزمة منذ أيام عبد الناصر على بطونكم، ثم عليكم أن تتصدوا، ثم عليكم أن تحتملوا، وإذا بأن هذا الشعب هو الذي ينهار اقتصاديا وهم جيوبهم تتضخم من أموالنا ومن أموال الشعب الذي ينهبوها. ليس هناك شيء اسمه استقرار بدون دولة حرة ديمقراطية وبدون دولة تعبر عن الشارع وبدون شفافية. نحن يا سيدي الفاضل أول مرة في تاريخ مصر نناقش ميزانية في مجلس الشورى الذي كان منوط به مناقشة الميزانية، وفر في جلسة واحدة 3 مليار جنيه من مؤسسة واحدة كانت هيئة البترول، في جلسة واحدة سهرنا فيها وعلمنا أن هناك تكذيب وسرقة ونهب، فما بالك لو كان هناك شفافية وبرلمان يكتمل في مناقشة الموازنة. الدولة فيها خيارات كثيرة وليس كما يدعي السيسي، الدولة تنهب، الدولة فيها موارد كثيرة، الدولة إذا رأت الديمقراطية الحقيقية ستتقدم، ولكن بالديكتاتورية وبالقتل وبالقمع وبالإقصاء وبالنفي وبأمثال عبد العاطي بتاع الكفتة لن تتقدم. يعني لو كان لديك وقت دكتور أيضا 5 دقائق، لكن أود أن أسألك فيها أنه ليس بتاع صباع الكفتة كما تقول، هناك دعم من نخب سياسية، أسادة علوم سياسية، من فنانين، لماذا لا يود الطرف الآخر أو رافضين الانقلاب الاعتراف أن هناك انقسام مجتمعي وأن هناك دعم لبعض النخب السياسية والفنية ويعني المصرية للسيسي في هذه المعركة يقول أنه يخوضها؟ يا سيدي الفاضل هؤلاء نكب وليس نخب،
النخب هي ما ترتقي بشعوبها إلى الحرية والديمقراطية، النخب هي ما ترتقي بشعوبها إلى اقتصاد أفضل وإلى تعليم أفضل وإلى حياة كريمة وحياة اجتماعية أفضل، ولكن هؤلاء نكب. نعم هناك انقسام، ولكن انقسام بين من ومن؟ وانقسام بين من لهم مصلحة مع فساد الدولة ووجود الدولة العميقة الفاسدة، ومع من يريد أن يرى هذه الدولة دولة كريمة حرة ديمقراطية، ويريد أن يجعلها بين الأمم في مكانها التي تستحقه كقائدة ورائدة للدول العربية بل وللعالم أجمع بريسورسز وبكل ما تحتويه من إمكانيات. طيب يعني لو سألتك دكتور، يعني ما مصلحة الرجل إذا كان هو يعلم بأنه هذا الأمر سينتهي إلى كارثة، أن يعني يوصل البلاد لهذه المرحلة؟ قبل شهرين قالت وزيرة المالية السويسرية أن 70 مليار وصلت إلى سويسرا من أموال مصرية من أناس مقربين من النظام القائم. يعني لماذا هو يعني يعمق من المشكلة ويضع نفسه في الواجهة إلا إذا لم يكن واثق؟ يعني لا، هم يعمقوا من المشكلة لأن هي يعني مصالحهم الشخصية. يعني أنت هتقولي طب ولماذا مبارك كان يعمق من المشكلة؟ ما هو كان ينتفخ جيوبه وجيوب أبنائه وأسرته والفاسدين من حوله بأموال المصريين، وها هو الحال طول ما الدولة فاسدة حتى وهو موجود في ما يقال أنه تحت التحفظ بينعم بأمواله وأولاده ينعمون بأموالهم. فهم يعني يسعوا إلى مصلحة شخصية، والمؤسسة العسكرية سيطرت على الاقتصاد المصري أو على أكثر جزء من الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، وهي مصلحة تريد أن تحافظ عليها، أصبحت كجزء من الاقتصاد وتريد أن تحافظ على اقتصادها. فهؤلاء يبحثون عن مصلحتهم وليس مصلحة البلد، يبحثون عن مصلحتهم وليس مصلحة الشعب، وهم يعلمون أنها يعني مرحلتهم الأخيرة، فيستمتون في الدفاع عنها ويقتلون المصريين من أجل البقاء فيها. فلا تسألني عن المصلحة، المصلحة مصلحة شخصية، وفقدوا الوطنية بأنهم يعني لم يدركوا أنهم يقتلون شعبهم ويذبحون أبناء هذا الشعب ويفقدونه أغلى ما لديه من شبابه الطاهر. طيب من إطلالات الرجل يعني في الفضائيات وحديثه يعني عبر وسائل الإعلام، ما أبرز ملاحظاتك كانت على شخص وهو يتحدث ويجيب على الأسئلة ويعني يظهر يحدث وسائل الإعلام المشير السيسي؟ كما نقول في الغرب يعني شلو، يعني رجل يعني لا تجد وراءه أي شيء، لا هناك فكر ولا هناك يعني تدقيق ولا هناك معلومات صحيحة. رجل هو رجل مخابرات عسكري يريد أن يضعك في حجمك ويريد أن يعني يعطيك ما يريد أن يعطيه لك، ويحاول أن يتجنب المواجهة والأسئلة إلى الصريحة والنقاش الصريح. هو ليس برجل سياسي وليس برجل دولة، هو رجل عسكري ويعلم أنه لا يهمه صوتك ولا يهمه الناخب ولا يهمه الشعب. هو جاء على السلاح وجاء على ظهر دبابة، ولا تجد فيه هناك ركاكة في الحديث. الحديث ركيك سواء كان بالعربية أو بالإنجليزية، هناك فكر غير موجود، هناك عدم وجود للرؤية. هو يعني رجل يمثل الشخصية العسكرية البحتة، لا يستطيع أن يقود دولة. يعني أنتوا أيام المجلس النواب هل احتكيتوا فيه؟ هل تحدثتوا معه؟ هل كنتوا تعلموا أو كان يبرز من شخصيته ما أبرزه في خلال هذه الشهور الماضية؟ والله شخصيته يعني يقول لك كثيرون يعني وهكذا بعض قادة العسكر. يعني أنا لا يعني لا ألوم الجيش المصري، فوالدي كان أحد يعني أبطال الجيش المصري ولكنه كان من أنصار الديمقراطية. إنما هو أحد قادة العسكر في الفترة الأخيرة الذي لا يجدون أي نوع من أنواع الثقافة. فالعسكر في السابق كانوا يقرؤون ويتعلمون ويحاولوا يعني هم يدركوا الحياة السياسية، لكن هو إذا تحدثت معه أو مع آخرين تجدهم يعني بلا خلفية سياسية أو ثقافية قوية، وهم ربما يكون لا يعلموا إلا يعني مجلداتهم العسكرية وظنون أنها أبشع وأعظم ما يكون في الكون وأنها تدير استراتيجيات فظيعة، ولا يعلموا أنها جانب صغير من مفهوم الاستراتيجية، وأنا أستاذ في الاستراتيجيات. فيعني هو هذا هو تفكيره. وطبعا كان يدعي كثيرا الإيمان والتدين. أنا رجل اتجاهي ليبرالي، يعني لست أنتمي إلى الدين الإسلامي ولكني مسلم والحمد لله، وكان يدعي التدين هو وآخرين، ولا أعلم سببا لهذا. يعني إنما وضح السبب فيما بعد أنه كان يمثل دور رجل المخابرات الجاسوس الذي يريد أن يكون في معسكرك أو يظهر لك أنه في معسكرك فينال من يعني من رضاك كما فعل مع القوى الإسلامية.
أما غير ذلك فلا أرى فيه أي شيء يعني طيب. يعني يصلح كرجل سياسة أو كرجل دولة. طب أخيرا دكتور، يعني سؤال أخير، الآن بالاتكاء على وثيقة بروكسل والاتكاء على الخطط التي تحضرون لها، كيف يمكن أن تختلف أو ما هو المطلوب في مرحلة ما بعد وصول السيسي رئيسا عن المرحلة التي سبقت ذلك؟ يعني بعد شهر النتيجة لدي هي 90% سيفوز الرجل، فماذا أنتم فاعلون؟ ما هي خططكم؟ هو ليس فوزا، هو تنصيبا ومحاولة لعملية التنصيب وليس أكثر، فهي ليست انتخابات حتى ندعي أنها فوز. هو حينصب حينصب، وحمدين صباحي كان موجود كومبارس وقبل على نفسه هذا فلغى تاريخه كله. لكن يعني نحن نأمل وما زلنا أن يعني من يقود الثورة هم الناس أو الحراك الشعب المصري في الداخل، وفي الخارج أيضا يعني نفعل ما نستطيع، ويعني وربنا سبحانه وتعالى يعلم أننا جميعا يعني قلوبنا تدني كل يوم على ما يحدث في مصر لشبابنا وأبنائنا وإخواتنا في مصر. نحن نقاوم يا سيدي الفاضل حتى ولو كانوا هم الأقوى بسلاحهم، نحن سلميتنا نقاوم بسلميتنا ونقاوم وسنظل نقاوم، وشباب مصر الذي يموت كل يوم لن يقبل أن يقهر مرة أخرى ولن يقبل بالعبودية مرة أخرى. هذه الوثيقة هي بداية إن شاء الله لوجود كيان قوي سيقف أمام هذه الشرعنة المصطنعة التي يدعيها السيسي، وبإذن الله ستعود مصر لحريتها وديمقراطيتها. نحن يعني نقاوم. يعني ما هي الاستراتيجية المشتركة التي ستبنون عليها مع سواء تحالف دعم الشرعية أو مع حركات شبابية كستة إبريل أو الحركات التي ما زالت لم تقتنع بوثيقة بروكسل؟ يعني ما هي الأشياء التي تجذبهم؟ يعني الهدف الأول هو أن نتوحد. لقد سقط العسكر حينما توحدنا في 2011، وكانت استراتيجيتهم والتي رآها البعض وكان يعيها ولم يعيها البعض هي حاول يعني أن يفرق بين هذه القوى أو فرق تسد المفهوم الذي تبناه من الاحتلال الأجنبي من قبل. فنحن نحاول أن نجمع مصر، لأن مهما حاول هؤلاء بآلاتهم القمعية لن يستطيعوا أن يقتلوا كافة المصريين ولن يستطيعوا أن يقفوا أمام جحافل المصريين. فكل ما نحاوله بهذه الوثيقة أن تكون النواة للتجميع مرة أخرى حتى تعود روح ثورة يناير. نحن نفتقد لروح ثورة يناير، ولكن نراها تعود في الأفق الآن بعد أن تم استيعاب وبعد أن تم استيعاب ما حدث في ثلاث. فهذا ما هذه هي يعني الاستراتيجية الأساسية التي نعول عليها الآن، هو التجميع ووحدة الصف مرة أخرى. أما التفاصيل فسندعها يعني تمام لكافة القوة حتى تتفق عليها ثم نعلن عنها بإذن الله. أشكرك جزيلا دكتور ثروت نافع، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى السابق، شكرا جزيلا لك. وكذلك أستاذ الاستراتيجيات أو الأستاذ في الاستراتيجية حدثتني من كندا، شكرا جزيلا على وقتك وعلى هذه المشاركة.